تشهد محافظة صفاقس جنوبي تونس إضرابا عاما في القطاع الخاص، دعا إليه اتحاد الشغل كبرى النقابات العمالية في البلاد، وذلك على خلفية فشل مفاوضات الزيادة في رواتب عمالي وموظفي هذا القطاع مع منظمة الأعراف التي تمثل مستثمري القطاع الخاص. استجاب هؤلاء العمال بالمئات لدعوة نقابتهم للإضراب، حيث بلغت نسبة المشاركة أكثر من 90% بحسب تقديرات اتحاد الشغل. العمال رفعوا في هذه التظاهرة شعارات تطالب بزيادة الأجور نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة. الاتحاد العام التونسي للشغل يديه ممدودة للحوار، وسواعد أبنائه وإرادة أبنائه حاضرة من أجل الاستمرار في النضال من أجل الحقوق والحرية والكرامة. لا يبدو أنه آخر إضراب للعمال في ظل تهديد اتحاد الشغل بالتصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع منظمة أرباب العمل. يأتي هذا في ظل دعوات سياسية للتهدئة الاجتماعية وتجنب الإضرابات في قطاع يمثل عصب الاقتصاد التونسي، إذ يشغل أكثر من 1.5 مليون عامل.